كل يوم بعدله كل يوم كل يوم كم ضايل لعصره. انا ما توقعتش انه يستشهد، انا توقعت يطلع اسير بطل. بحكي لك ما توقعتش يوم انه يستشهد ويسيبني. يعني انا ما كنتش عارف انه ابوي مستشهد، يعني جتني كصدمة فجأة. قلبت يعني كل قطاع غزة يعني لحزن، كل ما قدرش يتمالك حاله. استخدموا أسلحة لم نعهدها من قبل، محرمة دوليا، نشد كل العالم احنا بيعين حالنا، احموا أطفالنا وبس. اعتقلوه من العودة، قالوا له انزل ولا بننزل المستشفى كله عليك، نادوا باسمه نزلوه. هو لا إله دخل في العمل العسكري، لا إله دخل في حماس، لا إله دخل في أي شيء، هو طبيب مسالم بيعالج المرضى، بيعالج الأبرياء، المرضى، الغلابة. 4 شهور في الأسر يتعذب من أول يوم لحد ما استشهد على إيدين السجان الظالم. إحنا بنطالب تحقيق عن التعذيب اللي سواه الجيش الاحتلال الإسرائيلي، بنطالب محكمة جنائية دولية وإرجاع حقنا إلنا. لحد الآن لم نستلم جثته، وأنا بتمنى من الله انه ما يدفنوا يا ربي في مقابر الارقام، ولا يسلموه في الجنوب ويجيبوا لي اياهم في الشمال. اودعه اشوف لحظه استشهاده كيف كان، كيف جسمه، كيف العذاب اللي كان عليه، كيف كان يتحمل العذاب 4 شهور بعذاب وبالسجن. يا رب ترحمه، يا رب تجمعني فيه على قليلين، يا رب يجيني في الشمال وادفنه هان عندي يا رب، وازوره كل يوم يا رب.